بسم الله ونعم الوكيل. بسم الله ونعم الوكيل. الطيران الروسي الآن يتم استخدام هذه البلدة في الصباح الباكر بصواريخ موجهة. حسبنا الله ونعم الوكيل. صامدون صامدون إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطيران الحربي يقوم باستهداف بلدة نعيمة في يوم 12/2/2016. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيران مكثف وقصف بالطيران الروسي على بلدة نعيمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. بلدة نعيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما يحدث في بلدة نعيمة، استهداف مكثف بالطيران الروسي. لا حول ولا قوة إلا بالله.